إذا كان يا أستاذ إبراهيم استعرضنا اليد التي تبني في الإنشاءات، هناك يد أخرى تبني ولكن في البشر، في الإنسان. كيف اهتم النادي الأهلي في بناء المنشآت، وأيضا اهتم في بناء الإنسان والشباب والمواطن الصالح؟ معانا رئيس لجنة الشباب، اللجنة أو اللجان العليا في النادي الأهلي على الهواء الآن، المهندس وليد مبروك متولي. وليد مبروك متولي ابن الراحل العظيم مبروك متولي، وكيل النادي الأهلي. باشمهندس وليد أهلا بيك. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بك. أنا هقول لك يا وليد، لأنك أنت مش زي ابني، أنت ابني. طبعا يا باشمهندس. وأعلم جيدا، ولكن آن الأوان أن يعلم معي كل المهتمين بالأهلي ومستقبل شبابه وأبنائه ماذا يحدث فيما يسمى باللجان اللي في النادي الأهلي، اللي سيادتك في صمت وصبر وعمل دؤوب تحملت رئاسة اللجان بتاعة الشباب في النادي الأهلي. دينا فكرة اللجان دي بسرعة نوعيتها ايه، وبعدين في حاجتين انا مهتم بيهم جدا، اللي هو محو الأمية والاحتياجات الخاصة، عايز اسمع منك. هو مبدئيا يا استاذ ابراهيم، احنا زي ما انت عارف احنا اللجنة العليا، اللجنة العليا دي بترأس 7 لجان تحتيها، هم لجنة ذوي الهمم ولجنة المرأة ولجنة الطفل ولجنة الشباب واللجنة الثقافية ولجنة الرواد ولجنة النشاط الرياضي الترفيهي. زي ما انت اتكلمت كده وتفضلت، احنا كلجنة عليا مسؤولين عن ان احنا نشغل ال7 لجان دول. احنا كنا خدنا موافقة من سنة كده ان اللجان بدل ما تشكيلها يكون عدده 10 نخليهم 15 عشان نوسع قاعدة المشاركة. فاحنا عندنا دلوقتي 7 لجان، في كل لجنة فيه 15 واحد عبارة عن رئيس ومقرر ومعاهم 13 تشكيلهم يعني من الشباب والمرأة والرجال. يعني بسرعة كده يعني احنا نتكلم يعني في الفترة الأخيرة دي احنا بنشتغل على حاجات متنوعة. يعني لو مثلا مسكنا اللجنة اللي حضرتك قلت عليها، أول لجنة، لجنة ذوي الهمم، هي اللجنة المحببة لقلبي، يعني أكتر لجنة الواحد بيحس إن هو بيشتغل فيها هو مبسوط. يعني احنا عدنا تشكيلها تاني وحطينا فيها أعضاء جداد لأنها كانت عددها صغير شوية اللي موجودين فيها، وجبنا ناس متخصصين وشغالين على مشروع كبير دلوقتي، جايبين فيه مخرج متطوع الاستاذ فيصل الشناوي ومع عضو النادي الاستاذ احمد عواد، دول متطوعين ان هم يدربوا الولاد ذوي الاحتياجات الخاصه على اعمال مسرحيه وغنائيه ورسم. وان شاء الله انا اوعدك في شهر 10 تقريبا اللي جاي ان شاء الله، ممكن قبل كده، هنعمل حفل كبير جدا وعرض محترم هيقدمه الولاد من ذوي الاحتياجات الخاصه زي مسرحيه متكامله، وهتبقى حاجه هنفتخر بيها كلنا ان شاء الله. لو نحب نتكلم عن لجنة المرأة، بالإضافة للأنشطة المعتادة بتاعتها، الشغل الترفيهي، شغل على ملف الصحة مع حملة 100 مليون صحة برعاية السيد رئيس الجمهورية، الحاجات دي احنا عندنا محو الأمية وده مشروع قومي. أحب أقول لك وأبشرك إن احنا عندنا الشهر الجاي يوم 11 يوليو في مقر زايد، ويوم 14 يوليو في مقر الجزيرة، هنمتحن 60 عامل من عمال النادي، اللي مش بحب اقول اللي بيمحوا اميتهم، اللي بيستكملوا تعليمهم، وان شاء الله هنبقى نجحنا في استكمال تعليم 30% من العماله اللي بنستهدفها داخل النادي الاهلي. هايل. لو بنتكلم على مثلا لجنه الطفل، بتبتكر دايما حاجات اللي هي بتشتغل على ازاي اعلم الولد وهو صغير ادخله في ايه؟ يعني احنا مثلا الاسبوع اللي فات كان عندنا حاجه اسمها متجر طفل في الشيخ زايد، وهنعمله بكره تاني في الجزيره. الولاد بتجيب الحاجه اللي عندها اللي هي مش بتستعملها، حاجه هو بيعرف يعملها، وبيقعد بنعمل له زي لوكيشن كده صغير بيقعد فيه يحط حاجته قدامه من غير ولي امره خالص، وبيبيع للاطفال الاخرين اللي هو مش محتاجه. بتعلمهم التسويق بدري بدري. بنعلم ان شاء الله، يعني دي برضو من الحاجات الحلوه. عندنا الاسبوع الجاي ندوه لتعديل سلوك الاطفال مع ورشه عمل، يقدروا يشتغلوا على الحته دي دايما فيها. عندي مثلا موضوع لسه النهارده متكلم فيه مع الدكتور سعد شلبي، واخد موافقه مبدئيه ان احنا هنعمل بطوله عائله الاهلي الوديه للشطرنج برعايه اتحاد الشطرنج. وانا اتكلمت مع رئيس الاتحاد مشكورا، والراجل هيجي لنا يوم الاحد
وهو متبرع بان هو يجيب كل الادوات والحكام وكل حاجه، وهنعمل بطوله ان شاء الله كبيره جدا في النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا ولجنه الشباب يعني في النادي. احنا بنحب نشتغل على مبادرات الدوله، يعني عندنا الاسبوع الجاي مثلا المبادره بتاعه درجتك صحتك بتاعه الوزير اشرف صبحي اللي هي برعايه سياده الرئيس في قامه رئيس الجمهوريه، يعني احنا هنشتغل واحده زيها في نطاق الشيخ زايد. هنعمل حاجه ماراثون دراجات حوالي 100 شاب، يعني مستهدفين 100 شاب هيروحوا من مقر النادي لغايه طريق المحور ويرجعوا تاني بالدراجات. اللجنه الثقافيه الاستاذ خالد جلال طبعا غني عن التعريف. اخيرا يعني ان شاء الله يعني نعود بصالون النادي الاهلي الثقافي بدءا من الشهر الجاي، ودي حاجه يعني انا بقولها لك حصر، يعني دي اول حد يمكن يعرفها برنامج مالك وكتابه. وطبعا انت يا باشمهندس عادلي اكتر واحد عارف الصالون الثقافي بتاع النادي الاهلي، يعني دي حاجه احنا كنا بنستهدفها من زمان ونفسنا نرجعها، وان شاء الله تبتدي ترجع من النص الثاني من شهر يوليو ان شاء الله. والله يا استاذ وليد على ذكر الثقافه انت فتحت نفسي دلوقتي من الكلام الرائع. شوف والاهلي معني بايه في النص، الشباب بيكلف بايه وبينجز ايه. انا بس كده تواصل معايا، انا في مشروع لو احتضنته دكتور سعد انا متاكد هيدعمك جامد جدا فيه، هيبقى نقله في رعايه المواهب في النادي الاهلي. طيب نقعد مع بعض يا شمس ان شاء الله. وعلى ذكر طبعا الدكتور سعد انا عايز اقول انا اتغير عليا ثلاث ادارات تنفيذيه، الثلاثه بصراحه بنجد منهم كل الدعم. ما فيش سهوله ويسر في الموافقات والمساعدات الحاجات على الارض اللي احنا بنشتغلها. اداره العلاقات العامه بتوفر لنا كل حاجه وبتساعدنا، من غيرها مش بنعرف نشتغل على الارض اصلا. طبعا مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب والمجلس كله انت يعني عارف اكتر مني، هم داعمين لملف اللجان ده باني شكل وباني عاملين سبورت جامد جدا لينا. يعني انت سالتني في الاول وقلت لي انت ما لازم احنا لو نظهر الشغل، احنا اتعلمنا منكم انتوا يا باشمهندس ان احنا نشتغل ونجتهد ونعمل للنادي الاهلي ونسيب الشغل بتاعنا هو اللي يتكلم عنه. بس الناس لازم تعرفوا يا وليد، يعني يعني انا ما كنتش متخيل حجم الانجاز والعمل اللي اتعمل بالطريقه دي. انا اللي طول النهار يعني معني ان انا اتحاور مع حضراتكم واطمن منكم. ف انت هنا مش بتتكلم على نفسك، انت هنا بتتكلم على ما يدور في اروقه النادي الاهلي. انت عارف بعد ما انت قلت كده انا متاكد حجم الاقبال على هذه اللجان من الاعضاء واولادهم في الفروع المختلفه كمان. الفروع كلها هتشتغل في هذا الكلام، يبقى احنا بنحقق الاهداف الحقيقيه في خلق المواطن الصالح رياضيا ثقافيا اجتماعيا نفسيا، بنرعى مواهبه، هو ده المطلوب. اسمح لي يعني يا باشمهندس طبعا شكر ليك والاستاذ ابراهيم، اقول بس في دقيقه اسماء السبع رؤساء اللي جانا عشان ياخدوا حقهم. ده طبعا لجنة ذوي الهمم الدكتورة دينا محسن، لجنة المرأة أستاذة أنهار أنديل وهي طبعا من عائلة أنديل اللي بتسري النادي الأهلي بأكتر من حد يعني، لجنة الطفل دكتورة نداء داوود، اللجنة الثقافية الأستاذ خالد جلال، لجنة الرواد أستاذ فؤاد إسماعيل، لجنة النشاط الرياضي الترفيهي أستاذ حسين عناني، وفي لجنة الشباب طبعا كان رئيسها أحمد حسام عوض، وطبعا هو تم تكليفه بملف آخر من الدولة وهو موجود في حتة بيشرف نادي الأهلي فيها، فبقائم بالأعمال اللجنة دي لحين الجمعية العمومية ما تنعقد يعني. مقرر بتاعه إسلام. بص يا أستاذ وليد بإذن الله هنتواصل مع كل لجنة من هذه اللجان تباعا عشان يقولوا لنا هم بيعملوا ايه ونلقي الضوء عليهم، هذا حقهم. كل رئيس لجنه يجهز لنا كده شغله واعضاء اللجنه ويعرفنا بيهم ويعرفنا بالخطط عشان نقدر نروج لما يحدث داخل النادي الاهلي ونزيد من فاعليه ما يتحقق من اهداف ان شاء الله. باشمهندس وليد انا ملاحظ انه اجنده النشاط بتاعتكم الى حد كبير جدا متسقة مع أجندة الدولة نفسها رياضيا، يعني وأنا بتكلم على ذوي الهمم بتكلم حتى على محو الأمية، بتكلم على تنمية رياضة الدراجات، بتكلم على تنمية ثقافة الطفل. هل في تنسيق ما بينكم
وبين وزارة الشباب والرياضة والإدارات المختصة فيها، ولا ده نشاط من عندكم أنتوا وقدرة على أن أنتوا تقدروا تتسقوا مع الأهداف العامة؟ والله يا استاذ ابراهيم ده سؤال جميل. يعني احنا مبدئيا جزء من الدوله، والنادي الاهلي اول مؤسسه في الدوله لازم تبقى داعمه للانشطه والمبادرات اللي بتطلع برعايه رئاسه الجمهوريه او بتطلع برعايه الوزارات المختلفه. تمام. احنا ما بنصدق يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا، بنلاقي اي مبادره شغاله بتنزل نشتغلوا عليها على طول، نشتغل عليها على طول. لكن هي. طبعا بيحصل تواصل مع وزاره الشباب والرياضه من خلال الوزير او من خلال المساعدين بتوعه، بيحصل تواصل طبعا. يعني انا عايز اقول لك ان احنا السنه اللي فاتت في 2020 بالرغم ان النادي قفل 4 شهور، احنا عملنا 58 فعاليه، 58 فعاليه في حوالي 8 شهور يعني. فكانوا منهم على الاقل 10 12 فعاليه حاجات ليها علاقه بمبادرات السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي فخامه رئيس الجمهوريه او الوزير اشرف صبحي او الوزارات المختلفه. ودي حاجه يعني مش عايز اقعد اطول عليكم واعدهم بالاسم كمبادرات، لكن نقدر نسرد ده في حلقات تانية. وده دور النادي الاهلي طول عمره، دور النادي الاهلي انه بيدور على دعم الدوله قبل ما بيدور على اي حاجه تانية. يعني يا استاذ وليد ما تبقاش حساس انت وزملائك. احنا ما حدش بيقول انا، ولكن يعني الإشارة إلى هذه الجهود هو في حد ذاته مطلوب علشان نوسع الدائرة وعشان نحمس الجميع، الناس تعرف إن هذا النشاط في بناء الإنسان موجود، وعلشان ننجح يعني الأفكار بتاعتنا بشكل أوسع وأكبر. نشكرك جدا جدا، ومؤكد هنتواصل ما دام في العمر بقية. شكرا جزيلا للمهندس وليد مبروك متولي رئيس اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، وأعتقد ألقى بعض الضوء على جهود كتير من هذه اللجان العاملة في النادي الأهلي، لجان تكشف عن دور الأهلي في تنمية وعي الشباب، في تثقيف الشباب، في رعاية الشباب، في تعليم الشباب، في الكشف عن مواهب الشباب، حتى فيما يخص ذوي الهمم وما يخص محو الأمية وكل أنماط النشاط الكتيرة للحياة اللي هذه اللجان ليها كل التحية. ودي مراكز التكوين بقى، دي مراكز التكوين للمواطن الصالح وللشباب الوطني بجد اللي متسق مع أهداف بلده، الحريص جدا على رعاية ناديه وعلى سمو ناديه ورقيه.